تفكير بأهم العناوين. السوداني يوجه لنقل سيطرة الشؤون من التاج إلى النباع والمباشرة بتأهيل الطريق، والحكومة تسحب قانون أملاك النظام السابق من البرلمان. استنفار أمني وسياسي في ديالى بعد اغتيال أسرة كاملة في قضاء الخالص، وتحذيرات من خطر التجاذبات السياسية على الاستقرار الاجتماعي. محافظ صلاح الدين يوجه لاستكمال محاضر استحداث 11 مدينة جديدة، ويصف التجمعات الشعبية في رمضان بعنوان التكامل الاجتماعي. تقرير بريطاني يتحدث عن تسرع العراق في إعلان الفوز بالتحكيم الدولي مع تركيا، وقرار يمنع ابتزاز وتلاعب الفاحصين بنوعيات الحنطة. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.